يحمل الإثارة والمنافسة في أرضية ميدان السباق إلى المركز الأول والشاهينية، متصدر المجموعة التابعة لهجن ند الشبا بقيادة المضمر والمتابع سالم سعيد، بينما المركز الثاني انضمت في هذه اللحظات إلى الكوكبة المقدمة متعبة لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد الحميري، والمركز الثالث وصلت السبعة لاسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر سيف بن أحمد بن خريدة تتواجد لتحتل المركز الرابع والمركز الخامس. هذه اللي وصلت الآن الذهيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري مضمرا، بينما المركز الخامس هذه اللي وصلت أيها الحبل الكريم الحاكمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر سهيل بن هيان العامري، والمركز السادس وصولا أيها الحبل الكريم من قبل ديمة لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي الغيلاني في متابعة التضمير. أما المركز السابع تصل الشاهينية التابعة لهجن العاصفة المضمر والمتابع ياتي غياثة الهلالي، المركز الثامن الشاهينية التابعة لهجن العاصفة والتضمير والتدريب لدى غياث الهلالي، تاسع المراكز الشاهينية تعود ملكية هجن ند الشبا المضمر سالم بن سعيد، بينما المركز العاشر أرصاد لسمو الشيخ خالد بن حمدان النعيمي والتضمير لدى سعيد بن فايل الزرعي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الكرام لمراكزنا الأولى المتقدمة في أول نداء تسير من خلال هذه الأبكار المهجنات الأصايل في طريق المنافسات في طريق الانطلاقات القوية والمميزة، بحثا عن انتصار بحثا عن منافسات شيقة بين شعارات عملاقة وأسماء لها دور بالمشاركة بالتنافس والتحدي المركز الأول. نعود إلى المقدمة نشوف الصدارة، هذه اللي أمامكم متعبة متعبة تقدمت تبغي تتعب الجميع في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، لا زال متقدما ومنصب نفسه تماما إلى صدارة هذا الشوط، بينما الشاهينية من تحتل المركز الثاني التابعة لهجن ند الشبا في هذا الموقع يضمرها المضمر سالم بن سعيد، بينما السبعة تتواجد كذلك في مصاف الأرقام المتقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر سيف بن أحمد بن خريدة، من يقدم السبعة على المركز الثالث المركز الرابع الحاكمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر سهيل بن هيان العامري إلى المركز الرابع. أشوف المركز الخامس تسلل من شعار هجن العاصفة تنضم الآن إلى المركز الخامس، تنضم مرور الكرام إلى المناطق المتقدمة، المضمر غياث الهلالي يتواجد معها في عملية التضمير يقدمها لنا في هذا الشوط، بينما المركز السادس ديمة وصلت لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي الغيلاني في التضمير والتدريب. المركز السابع وصلت في هذه اللحظات الذهيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في متابعة ثنتين في هذا الشوط. المركز الثامن وصول مشاهدين الأعزاء واستعدادا من القادمة هذه أرصاد لسمو الشيخ خالد بن حمدان النعيمي والمضمر سعيد بن فايل الزرعي يحتل الآن المركز الثامن. هذه ثمانية المراكز الأولى، المركز التاسع وصلت مشاهدين أعزاء الشاهينية التابعة لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي، بينما المركز العاشر الشاهينية التابعة لهجن ند الشبا من تحتل المركز العاشر بقيادة سالم بن سعيد. هي النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة، للعشرة الأسماء الحاضرة المتنافسة لنيل الفوز لنيل الناموس والانتصار في ملتقى ومستوى هذا الشوط. مشاهدينا الكرام أعود إلى الصدارة، أشوف الشوط لازال متقارب مع بعضه البعض ليحمل لنا تحديات أكبر، تحديات تسير مشاهدينا الكرام وتظهر في هذا الملتقى. ولكن شوف البداية الآن تغيير من قبل الشاهينية التابعة لهجن ند الشبا
غيرت إلى موقع الصدارة، موقع القمة، المدمر سالم بسعيد، بينما المركز الثاني هناك السبعة تتواجد على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر السيف بن أحمد بن خريدة يتقدم مع السبعة، والشاهينية فارضة السيطرة بالأداء الجميل لتتقدم مركزا تلو الآخر لهجن القادمة هجن العاصفة، المضمر غياث الهلالي. ولكن شوف المركز الرابع، هذه ديمة تتحول مشاهدينا الكرام إلى المراكز المتقدمة بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان، بينما في التضمير ناجم بن علي الغيلاني. يا سلام يا أبو علي، هذه النتيجة. خامس المراكز الشاهينية بشعار هجن ند الشبه، المضمر سالم بن سعيد، وسادس المراكز الشاهينية بشعار هجن العاصفة تضميرا وتدريبا، يأتي المضمر غياته الهلالي. ولكن نعود إلى حيث السلطة، نعود إلى حيث المعركة، نعود إلى حيث البداية في التنافس والتحدي. أمامكم الآن المركز الأول، الشاهينية لا زالت فارض السيطرة، الأداء الجميل، الأداء الأصيل، 1200 على خط النهاية، والمركز الأول، والمركز الأول من البداية. هذه الشاهينية لهجن ند الشبه لا زالت مسيطرة، لا زالت محتلة صدارتي وقمة هذا الشوط في مقدمته في أداءه الجميل المضمر سالم بن سعيد. لكن شوف المركز الثاني هنا في هذه اللحظات، هجن العاصفة تقدم الشاهينية، تقدم الشاهينية وبقيادة المضمر غياث الهلالي. لكن ديمة تحاول، ديمة تحاول بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان، ناجم بن علي الغيلاني مضمرا. ولكن شوف الله، هجن العاصفة بدأت تتقدم، هجن العاصفة مشاهدينا الكرام وصلت الشاهينية الأخرى، الشاهينية الأخرى لهجن العاصفة انضمت للمركز الثالث، يضمرها غياث الهلالي. الشاهينية في المركز الرابع، هجن ند الشبه، سالم بسعيد مدير متابعة التضمير والتدريب. ولكن شوف القادمين، شوف المنتصرين، شوف المحاولين. هذه مشاهدين الأعزاء السبعة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر السيف بن أحمد بن خريدة واصل نحو المركز الخامس. ولكن عودة إلى القمة، عودة إلى الشاهينية، الشاهينية، الشاهينية مسيطرة أمامكم على مقدمة الشوط لهجن ند الشبه، ولكن الشاهينية لهجن العاصفة هي المحتلة المركز الأول. شوف الطيران ما شاء الله تبارك الله، تقدمت الشاهينية في لحظات الانطلاق، يوم طلبوا منها تحركت، يوم طلبوا منها طارت، حلقت في أجواء الناموس والمركز الأول هنا على هذا الموقع على أرضية ميدان المرموم. راحت بالناموس والتحية لهجن العاصفة تانينا، والناموس على هذا الفوز والانتصار. قد افترنون هجن العاصفة المركز الثاني، هنا الشاهينية لهجن ند الشبه المركز الثالث، الشاهينية لهجن العاصفة المركز الرابع، هنا السبع لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، الشاهينية احتلت المركز الخامس بشعار هجن ند الشبه. ها هي النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في تخطي في منافسة هذا الشوط، حيث كانت البداية والتحديات لهجن العاصفة مع الشاهينية لتحتل المركز الأول وتسجل حضورها في انطلاقة هذا الشوط بتسع دقائق 36 ثانية وفاء وتماما وكمالا. والثانية للمضمر غيات الهلالي بعد أن فازت وحلقت في ناموس هذا الشوط. بينما مشاهدينا الكرام هنا الثاني المراكز، من حلت الشاهينية هجن الشبه 9 دقائق 38 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية، تهانينا لهجن ند الشبه وتهانية للمضمر والمتابع سالم بسعيد. المركز الثالث هذه الشاهينية لهجن ند الشبه 9 دقائق 38 ثانية، 9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس أيضا لهجن العاصفة وإلى المضمر غيات الهلالي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأعزاء لانطلاقات هذا الشوط، انطلاقات هذا التنافس بينما تسير القافلة وتسير هذه الانطلاقات. ولكن نعود لنستمر مع حضراتكم في برنامج أشواط المساء، حيث ينطلق شوطنا التاسع في انطلاقات الفترة المسائية لهذا الشوط، ليكون مع الجعدان الثنايا المحليات الأصايل كما نشاهد على شاشة التلفزيون وشاشة النقل لهذا السباق.